في ذات الشأن التركي أيضا أصدر اتحاد البحوث لموظفي الخدمات العامة في تركيا تقريره السنوي الخامس عن عمل المرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك بناء على بيانات موثقة من جهات عدة، منها المعهد الإحصائي التركي، منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية، وأيضا يوروستات المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية في تركيا، حيث أوضح التقرير أن 3 فقط من كل 10 نساء في القوى العاملة في تركيا يعملن، في حين أن معدل مشاركة النساء في العمل في البلاد 29.4%، فإن معدل الرجال أيضا 65.7%. ووفقا للتقرير اضطرت 500,000 امرأة إلى ترك وظائفهن للحصول على خدمات الرعاية المنزلية، ولم تستطع 12 مليون مرأة بدء العمل بسبب الأعمال المنزلية في عام 2019. وقد أظهرت الأرقام الرسمية أن عدد النساء المستقيلات من وظائفهن لرعاية الأطفال والبالغين المحتاجين للتمريض في الأسرة يتزايد عاما بعد عام، في حين تركت 465,000 امرأة وظائفهن لتوفير خدمات الرعاية المنزلية في عام 2014. ارتفع هذا الرقم بمقدار 29,000 ووصل إلى 494,000 امرأة في عام 2019.